أيها الأفاضل، أيها الأكارم، وصلنا وإياكم إلى المشاركة ما قبل الأخيرة ضمن هذه الحلقة من ذي قار المشترك عباس الموسوي. حضرت قصيدة مكسور ظهري خوي، رديت للشاعر الأستاذ حسين الخفاجي، والحان الملا أمجد الصغير، والأساتذة المدربين ساعدونا بها، يعني هم قالوا تجي على صوتك هذه القصيدة، والحمد لله. السلام عليكم أيها اللجنة الكرام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم سيد عباس الموسوي، المحافظة ذي قار الشطرة، العمر 14 سنة. يقول مكسور ظهري خويا رديت، قبل الأخو ميت تمنيت، مكسور ظهري خويا رديت، قبل الأخو ميت تمنيت، توني رجعت من النهار ظهري على عباس انكسر، ميت تمنيت ميت تمنيت. صلوا على محمد وآل محمد. مكسور ظهري خويا ردي، قبل الأخو ميت تمني، توني رجعت من النار ظهر على عباس انكشار، ميت تمني مكسور ظهري خويا ردي، ابويا قبل الاخو قبل الاخو ميت تمني، توني رجعت من النهار ظهر على عباسي. الك هذه يلا، توني رجعت ميت تمني ميت تمني، عفان اخوي الواحد ما تنسي وكفات، ويا زينب ما عند اخو تكثر صحيت شمات، عفان اخوي الواحد تنسي وكفاته، يا زينب ما عند اخو تكثر صحيت شماته، ابكي قعدت لوحدي وتذكرت شلماته، لضيجي راد الاخو والعند اخو شمحلاته، كان على متنا يجيب لي الماء عشرة عمر عباس ويا بوي بوي، كان على متنا يجيب لي الماء عشرة عمر عباس ويا فراق الأخو خلى لثا ظهر على عباس انكشى، ميت تمني ميت تمني. للشاعر الأستاذ تحسين الخفاجي، الحان الملا المبدع أمجد الصغير. أحسن لحن مين؟ أحسن لحن مين؟ ملا أمجد الصغير. الله الله أحسن، الله يسلمك. أحسنت، جزاك الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله يا عزيزي، أحسنت يا ملا أحسنت.
أحسنت أحسنت أحسن الله عليك. أحسنتم يا فريق مسلم بن عوف سوجة. ما شاء الله. أحسنت يا عزيزي أحسنت حبيبتي. بارك الله فيك. نعم دكتور دغاغلة تفضل. أحسنت شكرا سيد عباس. أحسنت حبيبي ما شاء الله على هذا الأداء المليء بالإحساس. أديت بمقام الكرد استخدمت منه 6 درجات وكان رائع جدا، وأداءك أداء بشيء من التباكي، والمطلوب هو بأداء القصيدة، يعني حتى إذا ما كانت الإحساس ما يجيك أنت صنعته. نعم. وهذا شيء جميل، واللحن أيضا كان لحن بسيط وواضح، يعني هذا اللحن يؤدى بالحسينيات وأمام الجمهور، وبعض الألحان اللي تؤدى في هذا المجلس نسمعها خاصة للاستوديو مش خاصة للجمهور يعني الخارج بالحسينيات. أحسنت شكرا جزيلا أبو زكريا تفضلوا عزيزي. حياكم الله سيدنا، شكرا جزيلا لك وشكرا لملا عباس. أحسنت يا عزيزي حبيبي. الله يبارك بيك. ملا عباس اليوم رادود ما شاء الله. نعم أدى بشكل جيد، حضوره ما شاء الله جيد، إحساسه تعبيره واستخدام هذا اللحن، وإن كان ما بيتنقلات هذا اللحن ولكن هو عبر عنه بشكل جميل وقدم إحساسه، وكانت القفلات راكزة والأبيات أدها أيضا بركوز، المستهل كان مستقر عنده وكذلك الأبيات، وكرر بعض الجمل هذا أيضا للتعبير، وكان إشاراته وإيماءاته ووصفه للحالات اللي موجودة أو المضامين الموجودة في النص، هذا شيء جيد يحسب إله. إيقاع ما شاء الله متزن ما شاء الله عليك. أحسنت عزيزي. شكرا جزيلا أستاذ حسام يسري تفضلوا. حبيبي يا عباس وشك زي القمر وأدائك زي القمر ما شاء الله. حبيبي أحسنت جدا 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 جدا، وتحية كبيرة للملا أمجد الصغير مظبوط كده. نعم تمام. لحن هايل لأنه لايق عليك مش زيادة عليك، فأنت أتقنته أديته كما يجب، وطبعا واضح التدريب الأساتذة هو. نعم. ممتاز، هو ده المطلوب، اللحن يكون قده وهو يقدر يقول بتمكن، احسن ما نقول لحن كبير وما يعرفش يدي فيه. بالظبط العكس، هو خد اللحن وتصرف فيه وعمل تصديرات، ودي مش صعوبه، دي يعني الاساتذه الكبار اللي بيعملوها بيصدر في وسط الكلمه، يعني عمل تصديرتين في وسط الشطر نفسه، ده صعب، ده الكبار اللي بيعملوه مش في سنه خالص. بالظبط، فما شاء الله عليه تصرف تصرفات جيده، استخدام المايك معاه احترافي جدا. انا سعيد بك جدا يا عباس، بالتوفيق يا حبيبي ونورتنا ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا سماحه الشيخ الطائي تفضلوا. حبيبي ملا انا جدا متاذي منك. شنو متاذي منك؟ ليش وزعلان؟ شنو السبب؟ ومستاء. اخ معقوله؟ لان ما تخاف منه؟ مستاء مستاء منك. مستاء منك؟ شنو مستاء منك يعني؟ والله ما لو عرفت قلت لك شيء. ورد سيد عباس. أنا زعلان منك لأن موتتنا اليوم. الله يحفظك. أنت كلك إبداع. الله يسلمك. إيه قول هيك موتتنا. أنت إضافة جميلة للمنبر. إيه والله. أحسنت. فرحانين بك جدا. الله يوفقك إن شاء الله. شكرا لك يا ملا عزيزي. الله يبارك فيك إن شاء الله. هلا بيك. قرأت قصيدة مكسور ظهري أخوي، رديت للشاعر حسين الخفاجي الحان الملا أمجد الصغير، وكان رأي اللجنة بيها أنه هي القصيدة حلوة ما بيها إخفاقات، والحمد لله رأينا أنه إحنا تعرفنا على خدام الحسين، وخدام الحسين تحت خيمة واحدة إن شاء الله، والتوفيق لهم إن شاء الله.